عارفه يا بت، لو جربت السيجاره دي مش هتسليها ابدا. لا ما بحبهاش. اكده ماشي، بس انا زعلان. لا خلاص ما تزعلش، حقك علي. هات اهو. انت كده حبيبتي وانت حبيبي. معلش ده عشان اول نوبه بس، بعد كده هتاخدي عليها ومش هتكحي عاد. اسحبي اسحبي نفس كمان بس كده. جبت اللي قلت لك عليه؟ ايوه جاب. يا حلال عليك يا ولد ابوي. بقول لك ايه، لو عوزتها تاني هتجيب لي جزازه وحته حشيه زي دي. ليه؟ هي مين يعني؟ ياض البت تحدي تلقى ياض، وكل الرجاله هنا نفسهم تبص لهم بعينيها بصه واحده. خلاص لو عوزناها تاني يبقى نجيب لك ازازه وحته حشيشه زي دي، بس لما تبقى تعجبنا الاول. اوعى ياض اختك تقول لها، الا ابوها يعرف يقتلنا. تمام. لا تمام. يلا خش انت وانا اروح اظبط راسي. ربنا معاك يا ولد ابوي. وقلبي من حبك دك دك، وقلبي منك دخ ودك. سي حسني ولع لي واحدة تاني. هولع لك واحدة تاني. واحدة تاني. يا انت مين؟ انت مين؟ يا ابن الكلب يا ابن الكلب يا ابن الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب، ضيعتوني يا ولاد الكلب. عملتوا ايه يا كلب؟ عملتوا ايه يا ابن الكلب؟ ربنا ينتقم منك، الحقني يا حسني، الحقني يا حسني، شوف اخوك عمال فيا، الحقني. هيكون عمل ايه يا توحه اكتر من اللي بنعمله؟ انت بتقول ايه؟ اللي سمعتيه. انا مش قادر اساعدك، ده انا حبيبتك وهبقى مرتك. مرت مين يا بنت؟ قال انت مفكره اني هتجوزك؟ عايزاني اتجوز واحده سلمت نفسها ليا؟ سلمت نفسي لما عشقتك ولما وعدتني بالجواز. انا ما وعدتكيش بحاجه، وروح ارمي بلاكي على حد غيرني، ما ناقصينيش مصايب. ليه يا حسني؟ ليه؟ انا عامله نفسي ما دايس تحت رجليك ليه؟ جينا للكلام اللي ما هياكلش عيش عاد. بقول لك ايه؟ كلام كتير مع يسي. كلام كتير؟ ده انا لسه هقول لابويا واخليه يقتلكم. وهتقولوا لي ايه يا حلوه؟ هتقولوا لي انك سلمتي نفسك لما عشقتي؟ ده مش بعيد يقتلك فيها. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منكم يا ظلمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، حرام عليك يا حسني. ربنا ينتقم منكم يا ظلمة، ربنا ينتقم منك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي، اعمل ايه اعمل ايه؟ حرام عليك يا حسني، ضيعتني ضيعتني. حضرتك ثلاث ادويه موجودين وواحد مش موجود، ثواني اجيب لحضرتك الادويه وارجع لحضرتك تاني. مش يا دكتور. خش يا ستي عشان بس ما تقوليش اني مش سأله عنك. وهي رجليا فتفجت من شويه؟ معلش بقى اعمل لك انت اللي طلعتي طريه. اهلا اهلا بالحلوين. ها ضاربين من المره دي؟ توحه
ايه اللي جابك هنا؟ جاي ارقص هنا يا اختي، اكون جايه ليه؟ والله ما هو بعيد عنك يا اختي، يلا ارقصي. طب يا اختي طبلي لي وانا ارقص، لسانك طويل وعايز قطعه. ده انت اللي لسانك قطع، بس اعمل ايه؟ دمك خفيف، مع انك كنت طايحه فينا زي الطول الهايج المره اللي فاتت. امال انا عايزين نعمل ايه بعد ما قعدتوا تلقحوا عليا؟ ماما حبه اللي بعد عداوه. بقول لك ايه؟ هي الكحله اللي انت حطها جوا عينيكي جامد دي عاملاها لنفسك؟ اصل كنت مكسوفه اسالك المره اللي فاتت. تعالي وانا اعملها لك، والنبي ده انتي قمر جد. شايفه؟ شايفه الصحاب؟ هتحطي لي كحله، مش بتلففني على كعب داير. قوامك بعتيني؟ ما انت يا اختي اللي قلتي لي لففيني، عايز اشوف ناس، اعمل ايه انا بقى؟ اهلا اهلا اشرقه الانوار. مين بقى اللي عورك المره دي يا شاطر؟ ده انتوا بقى معروفين ومقفوشين قبل كده. معروفين ايه ومقفوشين ايه؟ دي كانت يعني عركه بسيطه كده راحت لحل، لا يتحمهم ويحرقهم. بصي يا ست الكل، دول حساب 15 جنيه، 3 ادويه موجودين، واحد لا، وانا كاتب كل حاجه على علب الادويه والمواعيد، ما عدا دواء واحد بس بتاخد مره في اليوم، والباقي كله 3 مرات. تسلم يا دكتور. شكرا. الف سلامه عليكي، الف سلامه عليكي. تقومي بالسلامه يا اختي. في الشهر كام بقى؟ لسانك عايز قطع ما ربيتك؟ يلا وتعالجوا وتعالوا لي على السلم، انا فاضيه. هنجي لك يا اختي، بس لازم تحط لنا كحل احنا الاثنين. بقول لك يا بت، ده انا مش هحط لك كحل، ده انا هحط لك شطه. شفتي شريره ازاي؟ وتقولي لي صاحبتي؟ ماليش دعوه يا اختي، هتحط لي انا كحل. تأمره بايه يا عمرات بقى؟ اتفضلي ردي يا اختي. بقول لك يا بت ما تجيبي نفس، خدي. طب ليه؟ وايه اللي غصبك على كده؟ ليه بتدخن من اساسه؟ وانت يا بنت ما تاخديش نفس خالص، يا تخلصي السيجاره كلها في نفس واحد. ايه ده يا بنت يا هبله؟ الرجاله لما بتشوف الست بتشرب السيجاره بيلهلبوا كده اهو، بيريلوا عليها. تعرفي الحاجات دي منين انت؟ بتخشيش سيما، بتخشيش افلام ناديه الجندي، بتشوفيش امير عبيد. امير عبيد ده ايه؟ اسمها نبيله عبيد. انت ما شفتيش لما الواد كان قاعد تحت رجليها وهي قاعده تشرب السيجاره وتنفخ في وشه وهو ايه مهبول عليها ونزل عند رجليها يبوسها؟ هو انت بتتكلمي على مين يا اختي؟ هو انت مش مظبطه مع الراجل الهندي؟ دي حكايتك بالظبط. واخده بالك مني انت قوي يا اختي ومركزه معايا. لا يا اختي هرشاكي قوي. مش فاهمه حاجه بتقولوا ايه؟ اصل انت هبل. البت دي يا اختي لما البيت كله في عبها، مش انت تتقفشي ب50 ملطوش وتترني علقه وتطردي، لكن دي يا حبيبتي ذكيه، تاخد الفلوس بتاعت البيت وبرضا البيت كمان. يخرب بيتك، انت طلعتي حراميه يا بت. انا اسود؟ مش فاكره انا سرقت بجد؟ يا بت انت هتعمليهم عليا؟ الكلام ده يا حبيبتي تقوليه للهوانم بتوع المهندسين، لكن بيننا وبين بعضينا ما ينفعش الكلام ده برضك. ثلاثه بالله العظيم ما سرقت حاجه.